افتتح رئيس جامعة طنطا محمود زكي ورئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة أحمد دلال ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر ليزلي ريد مركزي التطوير المهني بكليتي الهندسة والتجارة، ويعد مركز جامعة طنطا المركزين 17 و18 اللذين يتم افتتاحهما بمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، وقد تم افتتاح 16 مركزا في 11 جامعة بعشر محافظات من الإسكندرية إلى أسوان خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث قدمت المراكز خدمات لأكثر من 240 ألف طالب وخريج من مختلف المحافظات. هذا البرنامج برنامج متميز للغاية، بيعكس العديد من المميزات والأهداف اللي لابد أن تؤخذ في الاعتبار. أول حاجة المشاركة بين الجامعات وخاصة ما بين جامعة طنطا والجامعات اللي هي غير حكومية زي الجامعة الأمريكية اللي ليها باع طويل في السكيل ديفلوبمنتس أو في تطوير المهارات الخاصة بالخريجين وبالطلبة، كان شيء مفيد للغاية. في هذا البرنامج تحديدا الخريجين الطلاب عادة بتخرجوا عندهم كفاءات في مواضيع محددة في حقول محددة، ولكن هناك عادة فجوة في تدريب الطالب على التواصل مع سوق العمل وعلى تقديم نفسه وعلى اكتساب مهارات محددة مثل التواصل وإلى ما هنالك. فهذا البرنامج يهدف إلى تطوير هذه الكفاءات والمهارات اللي ستعزز من قدرة الطالب على إيجاد عمل وعلى تواصل مع سوق العمل وعلى خدمة سوق العمل وحاجيات سوق العمل.